شوف انا شيعي ابن شيعي وابن شيعي قسم بجلاله الله هيك حاجه ما عندنا خلاص. وقف انت وقف وقف وقف. نعم نعم. اقسمت بعظيم. نعم نعم. قال له قول يا الله. قال له لا يا علي. سيقول لي ليش وقت تقولون يا علي؟ قلت له شوف النبي كان يقول يا علي. واقول يا مجرم يا عدو الله ورسوله وصلت فيك تكذب على رسول الله ايضا. انت تنكر ان في العراق دعاء غير الله عز وجل في الحسينيات؟ اقول لك شغله باوع. شوف انا شيعي ابن شيعي وابن شيعي قسم قسم بجلاله الله قسم بجلاله الله هيك حاجه ما عندنا خلاص. وقف انت وقف وقف وقف. نعم نعم. اقسمت بعظيم. نعم نعم كمل. اقسمت بعظيم. نعم. خليك معي. نعم. خليك معي. نعم. اسمع يا عماد وكيل السيستاني محمد الصافي وكيل السيستاني انت تقول ما عندنا راح تشوف حتى نشوف ولاية أهل البيت وولاية علي بن أبي طالب وقضية الحسين كم تستحق ثمن وكم تستحق ما نقدم من أجلها حتى نثبت على حتى تشوف أنت منتصر لو منهزم. الآن عباس حي قاعد على المنبر عباس يشعر عباس واعي هذا الصبي الآن اللي هو في الرابع الابتدائي وشاطر في المدرسة في وقتها سلم الأمر إلى الله على سدة المستشفى وسرير المرض يصح يا علي والطبيب باوع له انتبه له قال له قول يا الله. قال له لا يا علي. قال له قول يا الله. قال له لا يا علي. قال له قول يا الله. قال له لا يا علي. عقيدته كانت التفت خذ واحد ثاني يا عماد انت تقول مو موجود انا بوريك انه موجود. يلا هذا شيخكم آية الله هادي المدرسي سيقول لي ليش وقت تقولون يا علي؟ قلت له شوف المرة يوم اللي تجيبنا أمهاتنا تقول يا علي النبي كان يقول يا علي لتقول شرك النبي هم كان مشرك أعوذ بالله النبي كل عدى يا علي كتابها الضخامة كل فقط الروايات اللي أولها يا علي. قلت للمرة لما تريد تجيب أولادها تقول يا علي يوم اللي نريد نمشي تعلمنا تقول يا علي واصعد من الدرج يوم اللي نوقع نقول يا علي يوم اللي دنموت نقول يا علي وبالقبر نقول يا علي ونطلع من قبورنا ونقول يا علي ووالله يوم اللي ندخل الجنة احنا ننادي يا علي وأقول أنا والله ما تشم ريحة الجنة وأنت تشرك بالله ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا ويلك من علي إذا قابلك في أرض المحشر قالك يا أفاك يا أثيم متى قلت لكم ادعوني مو أنا قاعد في الكوفة 4 سنوات ما يوم من الأيام قلت ادعوني أستجب لكم الله اللي قال ادعوني أستجب لكم. شكرا يا عماد على إنصاتك عرضت لك الشرك الأكبر من حسينياتك شيرازية وسيستانية وأمثالهم. تفضل تعليقك الآن تقول ما عندكم تفضل. أنا أشكرك على التعاون وياي والله كثر من أمثالك بس عندي ملاحظة. شيخنا العزيز إحنا كليتنا إسلام هاي وحدة اثنين كليتنا ننطق الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله كليتنا كتابنا واحد القرآن الكريم وربنا واحد رب العالمين هاي اثنين الثلاثة احنا كل إنسان علي بمعتقداته ودياناته. أنا بالنسبة لي كعراقي وكمواطن شيعي أنا لا أسب الخلفاء ولا أسب أهل البيت ولا أشرك بالله فاللي يريد يشرك يشرك مع نفسه يتحاسب مع الله ما أنا أحاسب صح لو مو صح شيخنا؟ لا مو صح. ليش مو صح؟ لأنك أنت في البداية تقول لي ما عندنا والآن غيرت الموضوع. فرق بين أنك تقول أنت ما تعتقد وفرق أن تقول ما عندنا. تقول ما عندنا الآن شفتها صوت وصورة تبي تحجب الشمس بغربال ما يمشي يا عماد. ثانيا كلامك مو صحيح لأنك دينك مو على مزاجك أنت قاعد تقلد مرجع. منو مرجعك؟ الصراحة والله العظيم ما عندي مرجع. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنا أصلي صلاتي أقرأ قرآني أدعي ربي وأدعي رسولي. ما يجوز لك أول شيء تدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدعاء خالص لله لا يعبد إلا الله عز وجل. الدعاء عبادة في كتاب الكافي الدعاء هو العبادة. الدعاء عبادة من العبادات لا توجه لغير الله لا تقول يا علي يا علي يا علي أعطني أرزقني ادفع عني دعاء المسألة هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فإن وجهته إلى علي أو إلى أبي بكر وإلا إلى عمر فأنت مشرك. لا تقل ولا تسأل حاجتك التي لا يقدر عليها إلا الله التي هي من خصائص ربوبية الله إلا
تدعو رب العالمين. تفضل اختم، لأنه الآن أنت انتقلت إلى المسألة الشخصية عندك بعد مسألة نفي مطلق كان عندك، ايش تبي تقول في الأخير؟ تفضل. والله أبي أقول اللهم يجمع المسلمين والمسلمات وأخواننا وأخواتنا على دين واحد وعلى كتاب واحد وعلى منهج واحد، وخلينا على كتاب واحد وتوحيد واحد. آمين. اللهم آمين. والله أنا أقول آمين يا رب، يجمعنا وإياكم على الدين الصحيح اللي كان عليه محمد بن عبد الله، على أن نجتمع نحن وإياكم على دين واحد، يكون اسمنا أهل الإسلام، لا يطعن في كتاب ولا يكفر أصحاب ولا يطعن في عرض محمد ولا يرد سنته باسم عترة ولا ينتحل أهله دينا وأنبياء بعده 12 نبيا تحت مسمى أئمة. كل هذا هو مخالف لدين محمد عليه الصلاة والسلام. حينما ندين بدين محمد سنجتمع إن شاء الله. سأل الله أن يفتح عليك يا عماد، شكرا لك. بعلق على كلام هذه المدرس اللي قبل شوي لأني ما علقت عليه، اللي قال أن من صغرنا نقول يا علي إلى أن ندفن ونطلع في الآخرة نقول يا علي، حتى ندخل الجنة نقول يا علي، وهذا كله كذب. لكن كذب على رسول الله هذا المجرم الأفاك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا علي، وكل اللي عنده يا علي، وعنده كتاب بهالضخامة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا علي يا علي، كتاب ضخم. وأقول يا مجرم يا عدو الله ورسوله، وصلت فيك تكذب على رسول الله أيضا، تخليه مشرك مثلك يا وثني. إذا أرادوا الكذب عليكم قالوا قال الرسول، يا ويلهم وخصمهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكم الله هذا دينهم صلاح معدل، جايبين بأيديهم مفترين بأيديهم قاتلهم الله، كما قال الله عز وجل، هذا فعل بني إسرائيل يا جماعة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يا ويل على رسول الله تكذب يا مجرم، قال عنده كتاب يقول يا علي، يا مجرم الرسول يقول يا علي، الرسول اللي ترك الديار وترك الأموال وهاجر هو أصحابه في سبيل الله دفاعا عن التوحيد يقول يا علي، يا مجرم يا أفاك يا سبئي يا أخبث من الخبث نفسه، وصلت أنك تتهم الرسول بشركك، تكذب على رسول الله، هذا دينهم، إيش عندهم غير هذا الدين؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.